أحد علماء الدين قال لي امرأة سألتني ليش الغناء محرم؟ الغناء ليش حرام؟ يقول فقلت لها كلاما، قلت أنت عندما تسمعين الغناء بعد خلق الصلاة ما عنده، اللي يروح في خط الغناء بعد خلق الصلاة ما عنده، خلق دعاء كميل ما عنده، معنوية ما عنده، روحية تنخف، هذه الأشياء تسلب التوفيق. جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال له إني حرمت صلاة الليل. أكو بعض الأفراد مو موفقين لصلاة الليل، وأكو بعض الأفراد دائما موفقين لصلاة الليل، ما هي العامل؟ ما هي العوامل؟ أمير المؤمنين قال له قيدتك ذنوبك، الذنوب تقيدك، ما تخليك تقوم من مضجعك. تقييد